أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي في سلسلة النقلة الفائزة. في كل فيديو هنشوف 3 مواقف، هشرح لك الموقف وهطلب منك إنك تعرف النقلة الفائزة. المواقف مختلفة الصعوبة، الأسهل رقم 1 إلى الأصعب رقم 7. ودلوقتي تعال نشوف هذا الفيديو، وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. سلسلة النقلة الفائزة، مقطع رقم 40. الموقف رقم 1. في الموقف ده الأسود له النقلة والأبيض لعب H3 طالب الحصان اللي ممكن ياخد البيدة ويصل للتعادل المادي، ولكن الأسود وجد إن عنده نقلة فائزة. يا ترى إيه هي؟ درجة الصعوبة 4. من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. الإجابة لموقف رقم 1، الأسود وجد إنه ممكن يفوز بالوزير الأبيض بالنقلة الهادئة والرائعة نايت E3. الحصان طالب الوزير والوزير ليس له أي حركة، ولذلك الأبيض مضطر إن ياخد البيدق ولعب F takes E3. وهنا بتيجي النقلة المفتاح في الدور بكوين H4 تشيك، والدفاع الوحيد هو G3، والأسود بيكمل Queen takes G3 checkmate. الموقف رقم 2، في الموقف ده النقلة الأبيض اللي متخلف ببيدق والوزير الأسود طالب كلا من الرخ اللي على الE7 والوزير اللي على الF6 وقطعتين غير محميتين، وإذا الأسود نجح في التكسير هيكون فائز ببيدة وفي طريقه للفوز، ولكن الأبيض وجد إن عنده نقلة بتفوز بمادة في كل التفريعات. يا ترى إيه هي؟ درجة الصعوبة 4. من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. الإجابة لموقف رقم 2، الأبيض لعب ببساطة النقلة القوية Rook F7. الوزير الأسود مطلوب والوزير لا يمكنه أن يترك حماية الرخ، ولذلك الأسود مضطر للعب Queen takes F7 والأبيض بيكمل ببساطة Knight takes F7 check، والأبيض فاز بوزير أمام رخ وموقفه أفضل بوضوح وفي طريقه للفوز. الموقف رقم 3، في الموقف ده الأبيض متفوق بقطعة لكن الأسود له النقلة وعنده نقلة فائزة. يا ترى ايه هي؟ درجة الصعوبة 6. من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. الإجابة لموقف رقم 3، الأسود لعب ببساطة النقلة الرائعة Bishop H2 check، والأبيض مجبر على لعب King H1، وهنا الأسود بيلعب النقلة المفتاح Bishop G3 check. وجود الفيل على المربع G3 له فائدة هامة هنعرفها فيما بعد. حاليا الملك الأبيض في حالة كش بالكشف، والنقلة الوحيدة هي King G1، وهنا بتيجي النقلة المفتاح الثانية Rook H1 check والرد الإجباري King takes H1، وهنا بتيجي النقلة المفتاح الثالثة Queen H4 check، والأبيض مجبر على لعب King G1، وهنا الأسود بيلعب Queen H2 checkmate. لو الأسود ما ابتداش بالنقلة Bishop H2 check وبعدها لعب Bishop G3 بكش بالكشف للملك، وبدأ فورا بنفس الفكرة بنقلة زي Rook H1 check وبعد King takes H1، الأسود بيكمل Queen H4 check، لكن هنا الأبيض بيكون له النقلة الدفاعية Queen H3 طالب الوزير والأبيض بيفوز في كل التفريعات، لكن وجود الفيل على المربع G3 بيمنع الوزير من الوصول للمربع H3 والأسود هو اللي بيعطي تشيك ميت إجبارية. وفي النهاية أرجو أن تكون قد وفقت للإجابة الصحيحة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم من النقلة الفائزة. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.